نلغي المرأة، نلغي المرأة خالص، يا إما نوقدها تمام. واللي منزل البوست ده عشان حكاية عافية ذوق، طول ما أنا صاحبة حقوق وتقعدوا تشتموا الرجالة وبتاع مش هينفع معانا تمام. اللي منزل البوست ده بنت، حلو ماشي. بص بقى بتقول لك إيه، كتابة اسم صفحتك الشخصية باسمك فتنة، لأن ممكن يكون في راجل بيحب اسم حنان ويريد الزواج من فتاة اسمها حنان، فلما يلاقي صفحتك اسمها حنان يفتن بيكي. يا لهوي، يا يعني انت متخيل المعاناه؟ الولد عنده حرمان عاطفي، ان انت حنان، لقيت حنان خلاص، انا لقيت حنان خلاص. لا ومش يفتن بيكي بس، يدخل على صفحتك ويتفاعل مع منشوراتك. يخرب بيت، يا لهوي على، فانت لو مولاي، يا لهوي يا لا يا جماعه، لقيت يعني مثلا انت تخيل انت ارتبطت مثلا بواحده اسمها منى، منى سابتك تقوم رايح لمنى تانية، اي دفى في اي حته واي فراغ عاطفي وخلاص، يلا تفاعل. مش منى، مش روح ومؤنثه، دوس. احنا هم بيتعاملوا معانا كاننا حيوانات ليه؟ مش فاهم. بتقول لك ايه، عشان كده تعملي اسمك بتمويه، يعني مثلا ايه، امراه بدون اسم. هنرجع ل 2009 والله. اسطبل القراء، تخيل انت تبقى مرتبط باسطبل القراء، يعني مش كفايه مثلا امهاتنا على الفيس مسميين زهره الحياه وزهره البنفسج وحاجات كده غريبه، لا كمان تخيل تبقى انت كمان مرتبط بقى بزهره البنفسج، يعني تخيل تبقى مثلا حبيبتك مسميه نفسها زهره البنفسج. يا نهار اسود، دي هتبقى حوسه والله العظيم. ويقول لك ايه، زلعه المش، زلعه المش، يعني تخيل انت كمان مرتبط بزلعه المش. ابتعد عن الفتن لأنها مدخل من مداخل الشيطان.